تيك باي على هذه. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد، اليوم جايب لكم ما بعربي، واليوم معي سوما. يا هلا يا هلا 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 هذا خوي روكيت. اوكي معرك في روكيت شويه شويه فورت شويه شويه. اخر مره صورت معك فورتنايت متى؟ ما بدروبر رمضان رمضان. اوكي شو كم له؟ والله مرة بعيد. طيب اليوم جايب لكم ماب اكوا، مثل ما تشوفون اكوا فور. طيب هنا يقول لك هذا، هنا القوانين. اوكي خلينا نشوف القوانين. يقول ماب مكون من 3 عوالم، نهاية كل عام تلاقي كود الماب اللي بعده. اوه لاعبين من 1 إلى 2، اذا كنت تلعب مع اخويك خلصوا المراحل سوا عشان ما تواجه اي مشكلة في الماب. هذا اليوتيوب حقه اكواتان، والانستغرام حقه اكواتان، واليوز كود اكوا فور. ماب مكون نفس ال بيسل. طيب امشي امشي، هناك مجموعة ابعاد، كلما تنتهي من بعد كلما تنتهي من بعد تتوجه للبعد الاخر. زيرو دايمنشن بورتال، بوابة بعد الصفر، بوابة البعد الصفر. او قلت لاحظ شو صار شباب ديم، قلت لاحظ تحرك، قاعد تشوف ظلك شوية شوية مرة. خلينا نشوف بوابة بعد الصفر. اوه هذه ندخلها، كنا بوابة نذر معك ادخل. لاحظ هذا الشيء يعني تشيك بوينت. اوكي ماينكرافت بحت، والله ماينكرافت ديم. شوف الشكل بعد، هذا الشكل يعني تشيك بوينت اللي هو ها صار شباب. ما رحت انت الجمب. اوه اوكي فضاء ولا وش المقصد ولا اي شباب؟ اتوقع انه فضاء لانه قاعد تشوف ايش يسمونه نجوم حولك تعرف يعني خبره وكذا. ما يبغى لي شيء مره سهل، انت طير وزنها بس. كيف اطير؟ تطير بسبيس وش يعني؟ اقول لك توزنها يا شباب، ايش فيكم؟ ما تضحك 2000 اسم بدايه الماب. صديق انا بيطيح. شو قلبت هذا اللي في ماينكرافت؟ النذر النذر قاست. ايه القاست قاست. يوم يوم اخر واحدة اخر واحدة تشيك بوينت يا لابي. اوكي يقول لك شرطة تحت 6L1. ليش تغير كل شيء؟ هل نسوي كذا؟ كذا الوضع يعني؟ هل اني اموت اصلا ولا ما اموت؟ تبغى تلميح يطلق على علامة اكس. اها اصبر، يقول لك هنا علامة شرطة تحت صف او مجموعة. اها عندك هنتات يعني هنا، حلو توني اشوف هذي والله. طيب هنا قاعد يعطيني هنتات، ما في شيء هنا. هذا يقول يعني تحت. اها هنا اخيرا حرف ال يسار او ليفت، يعني يقول لك شف هنا الاولى للمجموعه السادسه ال 1 2 3 4 5 6. تعال هنا ال بعدين. طيب هنا ها شو هنا؟ انا تعال 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 هذا معي. الله اني ذكي يا عيال. الله وش تغطت انت؟ اوه هذه هي. تعال ابحث عن ها ابحث عن الزر. ملاحظه ترى اثنين ورا في لا هذا تلميح، هذا تلميح اصبر. طيب انا باخذ تلميح. مبروك هذا الزر الاول، الزر الثاني دوب رسبه. ملاحظه في جهاز سرعه فوق المحطه. انا ما ادري انت وين نزلت اول شيء. اوكي نزلت عند السادس، يعني لو اني ضغط هذا من اول كان افضل. والله العظيم راي الماب يعني ما بين هذا الشيء، يجعلك في حيرة من أمرك يا إلهي جد يعني ما ضع السرعة هنا. سوما انقلت أنا بس ليتني ما انقلت. وين رحت أنت؟ تحت ترى. ونروح عند الشجر اللي على اليسار تلقى في زر. أنا طبعا جبت سرعة، هذه هي ما تشوف، خلها لا تاخذها. هذه حطيتها هنا، بعدها هذا ال أوه بس أدخل باب اليمين. إي أدخل باب اليمين بس بس سريع سريع ها. لين يا ساتر 2 3. تعال شو لازم كنترول يا اخي. طيب بعدين ايش تسوي؟ انا حط اوتو. ايش تسوي لك جوا؟ اي والله هذا هو. اوه شوف كيف انتظر لين ما تنزل كوره، يعني كوره تذبح ولا ايش؟ ديم الكوره وات. ما بعد ادخل. اوكي خذيت هذا، الحين باقي اني اعدي. شلون بعدي؟ والله احس انه صعب جدا صعب.
لا لا صعب عليك انت صايق هيا والله يا ادول والله الادول يقول اي واتس رونج دي اي هذا وش يبي اوكي عديتها صار في مواصير يسار عندك تخلص منها اوكي انت خذ النجمات هذه او الكوين فيه ايش يسمونه انت ركز على الزون الكبير اللي يجيك ماغط اللي من فوق تحت فوق تحت عرفته ايه يب لو مت على بال الكره تيجي من تحت قاعد تشوف الماسورة اللي عندي ايه امشي امشي معي تعال هنا بسرعه اصبر اوكي اول ما أوكي. تنزل تحت الحقني شي لا لا اصبر ترى الكره تنزل من فوق انت ما تموت وصلت 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 بوابه البعد الاول انتهى اوه هلابي اوكي ماشي ورانا اوكي ناخذ هذه مره خلصتي قبل ريست ستارت تب اوكي اضغط عليها اوكي ما قعدت فيها لوكت وات تي بي هذا اوكي طايق شباب وين نروح شوف شوف ما عليك ما عليك اوكي اصبر هنا هنا في السالفه ثواني انا احب اجازف فما هي فارقه شوف okay. شوف شلون فتحت انت صدق شلون فتحته والله دخلت بس الباب فتح معي اي تشيك بوينت شو صار اجل شكلي ضغطت انا وذا مشيت وفتحت المرحله عباره عن متاهه كل مربع له صوت اتبع نوت لين خروج اوكي ها قدام اوه اصبر يمين 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 هذا يمين بعد اي والله يمين وش صار مت انت ولا انتقلت انزل انزل لا انزل انزل في بوابه نذر اوكي بوابه البعد الثاني تو دايمنشن دايمنشن ها اوكي ايه وش صار يا شباب اسمع الصوت لا والله ديم ديم والله ديم اوكي هذا الماب الثاني اوكي اوكي اوكي, أوكي. الجزء الثاني هذا هو اوكي الحين بوابه البعد الثالث ان خلصنا ثنتين اوكي خلصنا ثنتين ولا واحد تاكد ثنتين هذا الثالث بس تغلق بعد أوكي. امشي 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 بوابه تغلق في خمس دقائق الحين لازم ندور بوابه عليك ما عليك هاي بوابه طيب في بوابه قدام هناك طيب خلينا نروح ذيك ما ادري ليش انا بروح فوق اوكي اوكي طلع لي زر ضغط الزرار ودي انا فوق انا اشتوي الحين اوكي اللحسه ترقيت فهذه اول المراوح لازم تشتغل سجلها هذه اوه اصبر لازم يطلع برا شلون اخذها 2000 years later انا شغلت تحريات قبل شوي سماش طيب انت خليك في البدايه خليك في البدايه يمكن يطلع حديد خليك في البدايه بدايه هي ايه هو رسم الخشب هنا اتوقع لا حديد ولا محزن دور دور يمكن تلقى ما في شيء توقع رسبن بعد الدقيقة ولا وش؟ وين الخشب؟ المفروض يرسبن، انت ما ضغط زر اللي هناك؟ ما سويت شيء ما سويت شيء. في ازرار طيب روح ضغط اي شيء ولا شيء، انا ما رسبن الخشب اللي هنا ما ادري ليش. ما لقيت اي حديد شيء؟ لا. شلون القى انا اصلا؟ من هنا ابدا يعني بعدين يبدا يرسبن، اوكي. الحين دور مرة ثانية يمكن تلقى حديد. الحين رسبن الخشب اتوقع. يب والله اني قايل لك. وين رسبن؟ رسبن فوق. يبغانا ندور حديد الحين. اوكي الحين لازم نروح هذا اليمين. اوكي سلمنا الاول. ثاني. اتوقع ان نجيب حديد، نسحب حديد، بس وين؟ اذا شفت حديد في السقف او شيء علمني ها. هذا انا ابي اخذ الجنبات. اتوقع ان السبيد هذا ناخذه من كذا او شيء. اها شفت كيف؟ سحبته. يب يب يب. اها يا الفكره أيوة. اوكي من اول والله من اول في شيء يحتاج امبوز وينه في شلال شلال يب يب يمين 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 شكله اخر خطوه هذا ميبي وينه 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 وين يا الله يرحمه وش سوى ما اعطانا شيء اعطاك حديد لا وين روح طيب متاكد ما اعطاك حديد والله ما اعطاني شيء شلون نجيب حديد الحين؟ اوه لقيت حديد وين 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 وين؟ رسبن قدامي بس وين وين؟ جاك 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 هنا هنا طيب وين رسبن عشان يعرفون؟ رسبن قريب قريب عليك
اوكي بوابة البعد الرابع خلصنا، ما ادري وين رسمه صراحة، لكن هذا يقول قوانين لا تبني الا في الماكن خاصة الكرة، عند البدء تكون خارج مسار الكرة، بسرعة زائد جمبات ضعها في الاماكن المناسبة كي تتخطى الكرة العقبات، اربعة سنايبر تكسير مباني مبنية بوسط اللاعب. اوكي اتوقع انها اصبر ايه تدري ما ادخل انا اصلا، شوف اي مكان ما يمديك تدخل، اي سر الحين اللي يطفي الحاجز اصفر، شوفه شوفه هناك هناك الاصفر ولا تفعيل الحاجز صار شو اللي بالتان حل غير الحاجز. اها اصفر ايوه لازم يثبت هنا ولا اوكي انقل وشو نقلناه عنا ولا بس كذا بس وش ذا او انفكت بوابه والله ياب اخيرا يا اخي لو انه قايل انه لازم انك تحطه في هذا مربع تبين اقسم لا بتكون اوضح كذا بس انه ملخمين انه فهاوه اوكي بس قاعد يسجل اخر الليل يعني اعذرونا شباب يلا يلا وش ذا خلنا نجرب ها ايوه متاهه ساتر هذا وش هذا فيوز هذا اوكي توقعنا كذا ايوه كفو ايش قاعد تصير اوكي بعدين اللي فوق طب لو قلنا انه بنروح لهذا شوف هو مسكر فوق فمو واضح ابد شوف قاعد ارجع لنفس مكاني. هذا الليفل كلمت صاحب الماب وقلت له انه في مشكله انه ما اقدر اوصل، المكان اللي تدفني له المروحه، قال لازم تكون واقف وما تتحرك عشان توصلك، او هو عدل في الماب وصار في سكيب اذا ما ضبطت معك زي اللي صار. جربوا انكم ما تتحركون وقت ما تنطون على المروحه وتدفكم وانتم واقفين، واذا ما ضبطت معكم في زر سكيب راح يحطه في الماب. فحبيت اذكركم بس، اعلمكم لاني كلمت صاحب الماب عشان يعدل هذه الاشياء. شو داني فوق ايه ها سوالي سو ايه جدد اتوقع اني بخلص اجدد كان جدد طلعت انا ما ادري شلون ترى انتقلت لي هنا والله العظيم اني ما ادري شلون هاتشك بوينت الله اما الله رح بالبونصر حقي بعدين هو بيدفك فجاه يسوي لك تيربورت يوم قلت لك انه في زي البوابه اللي تنقلك هذه نفسها نفس مكانها بالضبط يدفك عليها الهواء والله فكرت قلت نروح الماب الثالث او الجزء الثالث من الماب اوكي الحين رجعنا لكم امس قاعد يصور الحين كملنا الجزء اول بوابه البعد الخامس اللي هي اخر جزء الجزء الثالث 5 دايمنشن بورتل يلا خلينا ندخل بسم الله اوكي ونروح هنا ولا الحين الوضع تمام عاد بجلدك مش دخل بجلدك ما ادري تحمست انت من خلص الماب اوه الفيتر طيب ها وين رحت اضغط ايوه تعال شو هنا الله عليك الالفيتر هلا بي هلا بي هلا بي ايش هلا بي دي هلا بي اوكي هذا تعرف الليزر اقول تعرف الليزر بوم اعرف الليزر لكن بجرب مديك تنقز يا فلة قاعد تعطي شفتات طيب ما لها دخل فلة لما يصير تنقز اوح دمج 5000 ولا تمسك اليمين نقص شيء ايه قاعد تسقف اللي فوقك ترى بعدها هنا اوه كذا بس بعدها نطيت من اليمين بس بعدها ما في شيء يموتني اكيد اوه اوكي سلام عندك انا ساك شو كفو شلون روح يسار اخر شيء كذا اوه تشيك بوينت تشيك بوينت هلا بي اطلب تلميح وين تلميح طيب هذا تلميح افتح الخريطه
في تطور سلم ها؟ لا لا في 4-9-3-1 مكتوب. وش ذا؟ وشو؟ في كم كم؟ 4-9-3-1. الله علي! فتحت الغاز! تعال اسرق فلوس معي تعال! تعال اسرق! اي وش؟ هلا بالدراهم! وش وش ضغطت انت؟ تعال 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 باقي باقي وش؟ هنا شباب اذا كنت تلعب مع اخويك اضغط زرار وانتم جنب بعض. اوكي خلص الماب. تعال تعال جنبي ازرق اذا كنت اوكي. ضغطت قبل شوي. واو متاهه احمر. اها كل شوي يعطيك طريق حلو. يا شت ازرق ألوبي الحركة. أصبر طيب. أو أصبر. حبستني أنا. تصبر. أرجع للأحمر أنت. ما بديك تحرك أبد. أقدر. حبست. حط ريسبون حط ريسبون. أجيب أخلص وأنت مشي لحالك أوكي؟ عشان ما يصير في مشكلة عندي. والله نسيتك والله. ما ليش؟ الله يشوف يعني. أنا آسف ما كان مقصود. لوكت كله. أحمر. وش هو كله لوكت. لا هذا اوبن. انا بتضرك جوا. وات كنك في العلا. شوف هذا اللي يقول لك انك في العلا. عرفت العلا؟ لا جبال ما جبال. العلا ما تعرفها؟ وات وين في هذه؟ في السعوديه وينها؟ في حتى في العلا غريب والله. ايوه حد شيء والله. مواجهه الاخير اقتال البوس. اوكي اي بوس يا رجال. حاطين مرتب الاسلحه كذا هو. تعال تعال قم بتدوير حواجز زرقاء. اوكي شوفه فوق. هذا بي فجرتها. اوكي باقي سي. فجرتها تجي. حلو 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 بدينا نفهم. هذا دمجه قوي. فجرت. شوف الاكس فوق عند عند هذا. اوكي 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 فهمنا. الحين باقي الاخير اتوقع. الله شباب شوف وين رفت 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 تعال. ايه استراتيجيات زومبي انت. يلا رفت. السلام عليكم شباب. اليوم وصل ليفل 100. خلصنا خلصنا خلصنا. شكرا لعبك الماب. تقييمك الماب من 10. تقييمي له هنقول 7.5 كذا. الفكرة الأخيرة حلوة بس إنها مملة شوي، وبنفس الوقت في أفكار حلوة ثانية مثل الفيتر اللي يوديك على فوق. هذا حساباته أو اسمه أكواتان أو أكوافور. هذا حساباته فوق. فلا تنسون اللايك وقناة سوما في الديسكريبشن، أو بعطيكم الكود الأول وانت لعبوه وبعدها تطلعون كل الأكواد الثانية. فبس شكرا على خير. سلام.